اتكلمنا في الجزء الاول من الحلقه عن العادات اللي بتخليك شخص غير مرغوب فيه. طب يا ترى ايه اللي يخليك شخص محبوب وسط الناس؟ الحقيقه ان السؤال ده بيجيلي من شباب كتير جدا. وعلشان تبقى شخص محبوب لازم يكون فيك شويه سمات. رقم واحد، خليك على طبيعتك وبلاش تصنع. رقم اتنين، الاهتمام بالمظهر الخارجي، ده بيفرق كتير جدا وخاصه في الانطباعات الاولى. وانا ما اقصدش هنا انك تلبس اغلى براندات، لا، اللي اقصده انك تخليك مهندم، وده بيرفع من قدرك في عيون الناس. رقم ثلاثة، نظف قلبك، لان اللي بتشيله في قلبك بيبان تلقائي على ملامحك. ربنا بيحط فيك القبول وبيحبب فيك خلقه، لذلك دايما تلاقي ناس اول ما بتشوفها تلاقي قلبك انشرح ليهم، طله حبتهم قبل حتى ما يتكلموا. رقم أربعة، اسمع اكتر ما بتتكلم، اسمع اللي بيتكلم باهتمام، وقتها تلفت نظر كل الناس، لأن عندك حسن استماع للآخرين. وإحنا بطبيعتنا كبشر بنحب نتكلم لكن مش بنسمع كتير، فالإنسان اللي عنده فن الاستماع ده ملفت جدا بالنسبة لنا. رقم خمسة، نادي على الناس بأسمائها، حاول وانت بتتكلم مع الناس تناديهم بأسمائهم، ده بيعكس لهم مدى حبك واهتمامك بيهم وبيخلق نوع من الود في قلوب الناس. رقم ستة، خليك أصيل وساعد اللي يحتاج لك، خليك دايما في أول الصف في أي موقف، في الوحش قبل الحلو، اعمل الواجب وزيادة، ساعتها هتكبر في نظر نفسك ونظر الناس. رقم سبعة، خلي دايما الابتسامة على وشك، خليك بشوش، الابتسامة دي في حد ذاتها صدقة وبتفتح لك قلوب الناس، وهي سر ومفتاح السعادة والجاذبية. رقم تمانية، اقبل الرأي الآخر، لو انت في نقاش مع حد اسمع وتقبل اي رأي مخالف ليك بدون جدال كتير، احترم اراء الناس حتى لو مخالف رأيك. رقم تسعة، خلي لسانك حلو، انت شكلك حلو النهاردة، القميص ده ما شاء الله شيك، انت منورة، شكرا، لو سمحت ومن فضلك، كلمات بسيطة جدا في منطقها لكن ليها مفعول السحر في قلوب الناس. تسع خطوات يا جماعة لو اتعملوا أضمن لك إنك هتدخل القلوب بمنتهى الرقة من أول طلة. إحنا شعب بسيط دمه خفيف بالفطرة وسهل يتراضى وطيب، والكلام الحلو ده مش بس هيخليك محبوب، لأ، ده مفيش قعدة هتحلو إلا بيك. شكرا ليكم وإلى اللقاء.